الحوار، الاستشراف، التحليل والاقتراح من بين أهم المهام الموكلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث أكد رئيسها خلال انعقاد جمعيته العامة أن المجلس يساهم في تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول لمختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. كاين 63 وظيفة عليا في المجلس، وكلهم مطالبين بإعداد الدراسات وجمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير، ولكن 200 عضو أيضا مطالبين في اللجان 7 الدائمة، وراح نخلقوا لجان مؤقتة باش يزيدوا ينشطوا أكثر، وبالتالي أنا نترقب أنه نتائج عدد الدراسات يضعف. كان هدفي منذ بداية السنة أنه تكون عندي حوالي ما بين 250 و350 دراسة أو تقرير أو رأي. نعم في العام. تشجيع الاستثمار ومواصلة مهمة الوساطة بين الفاعلين الاقتصاديين والحكومة، بالإضافة إلى عادة النظر في بعض القوانين من شأنه خلق ديناميكية اقتصادية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. مناخ الاستثمار هو من الأهمية بمكان للبلد، ولازم تقييمه بصفة دورية والتعرف على العراقيل وتصحيحها وتقديم الإصلاحات والاقتراحات في هذا الإطار. وراح يكون عندنا الدور، وكما قلنا قمنا به في السابق، هو مراجعة نصوص مشاريع القوانين التي مشاريع تشريعية أو تنظيمية، دائما نمدوا فيها أرانا، كما مدينا أرانا في قانون الاستثمار، كما مدينا أرانا في قانون التوجيه للتعليم العالي، كما تمكننا من إلغاء العديد من النصوص مع الحكومة. إعادة الاعتبار لهذه الهيئة وجعلها مستقطبة للكفاءات العلمية سيعزز من مهامها التي ترتكز أساساً على تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.